منور عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي مع عطاء ان شاء الله باش نفرقوا البطائق ديال رمضان. هاد البطائق هادو هما عباره عن بطائق اللي كنعطيوها للاسر المحتاجه باش نتجنبوا نعطيوهم قفاف، حيت بعض المرات القفاف ماشي كلشي كيبغي القفه. لذلك كاين هاد لاكارت هادي كنعمروها ان شاء الله بحول الله، غادي نعمروها في عيد صغير في عيد كبير في الدخول المدرسي باش غادي تعطى لهاد العائلات هما يديروا بها اللي بغاو. انا دابا مع ماها، ها هي. السلام عليكم. تبارك الله عليك ماها. دابا فين غادي؟ ها هي اسف، بقات لنا شي 120 كيلومتر ان شاء الله ونوصلوا. حنا وصلنا الاسفي الحمد لله، غادي نمشيو عند الاسر ديال الارامل باش نعطيهم البطاقات، ومن بعد غادي نمشيو مع واحد السيده اللي غادي تقضى ديك الاغراض ديالها. خليكم معنا، انا فرحانه بزاف حيت اول مره غادي نجي الاسفي، عمري ما جيت لها، وفرحانه بزاف حيت مع ماها. تبارك الله عليك ماها. الله يحفظك. شكرا فرح. بارك الله فيك. خليكم خاصو معكم الجديد كله في ستوريات. تقدر تكون فيها شي حاجه اللي ما عجبكمش، درنا هاد لاكارت هادي باش تاخذوا بها نتوما اللي بغيتي. شكرا. لا عفوا، لا لا. بسم الله بسم الله بسم الله، الله يسخر عليكم. بارك الله. لا حل حل لا باش تشوفيها. هادي هي لاكارت. لا بخيرتكم. الله يبارك فيكم. واحد يجيكم بخير في العواشر. الله يفرحكم. امين. الله يفرحكم كما فرحت والديه تاعكم. الله يفرحكم بدخول الجنه ان شاء الله. الله يعاونكم. احنا غادي نقدموا ان شاء الله بحول الله الدرس الثاني اللي زي كيف مدينه اسفي. احنا عندنا لحياه الارمله الثانيه كتستخدم البطاقه تاعتها. حياه عندها 37 سنه، ارمله عندها 3 وليدات منهم هذا بنت هذه حسنه من داوي بلاتي صبغي. لالا حياه وبزاف ديال الارامل الاخرين محتاجين بزاف المساعده ديالكم، واي مساعده ولو كانت قليله غادي تكون تعاون. نتمنى بخير. احنا مدينه اسفي تخيلوا هذا البيت، هذا هذا البيت خدمة فيه الأسرة مكونة من ثلاثة ديال الأفراد. تخيلوا وهادشي راه ما كانش هادشي دارته غير المحسنة اللي مكلفة بيتيمي باليتيمة ديال هاد الأسرة هادي. تخيلوا ما كانش هادشي كاع هنا في نعيس هاد الأسرة. تخيلوا. السلام عليكم. شكرا بزاف للرسائل ديالكم والدعوات ديالكم، الله يجازيكم بخير. بزاف ديال الناس كيشجعونا وشكرا لكم بزاف من القلب. سالينا رحله ديالنا في اسفي، دابا راجعين في حالنا. غير واحد النقطه بغيت نشرحها بخصوص بعض الرسائل. الناس كيصيفطوا كيقول لك لا ما تصوروش، لكن انتوا غديروا الخير ما تصوروش. انا نهضر على راسي. انا ملي كنمشي مع عطاء ولا كنمشي مع شي جمعيه اخرى كنمشي كبينيفول. هادشي اللي كنديروه راه ماشي كنديروه بفلوسي باش نعيق عليكم ونقول لكم حقا انا راه كندير الخير في الناس. انا كنخرج هادشي بينيفول كنديرو باش نشجع الناس يديروا التطوع، باش نوري الناس فين يقدروا يعطيو فلوسهم شي مكان امن، مكان موثوق به، حيت ماشي جمعيات كلهم كنثقوا فيهم. هادشي كنديروه باش حاجه وحده، غرض واحد، غرض نبيل، اننا نوصل المساعده. انا حتى الاشهار ما كنديروش باش نقولوا زعما، كنديروا باش نبان. تقريبا شي ثلاثه ديال الميساجات علاش كتديروا الخير وتصوروا. حنايا ماشي من جيبنا، هادو فلوس ديال المحسنين، ناس اللي كيعاونوا من داخل المغرب وخارجه، خصهم يشوفوا فلوسهم فين ماشيه، خصهم يشوفوا هذا الخير اللي كيديروه فين غادي، حيت ما يمكنش. واصلا هادشي كنديروه باش يتشجعوا الناس، يعاونوا الارامل، يعاونوا اليتامى، يعاونوا الناس اللي ما فحالهمش. وهذا هو، هذه النيه ديالنا. الا كان شي واحد عنده نيه اخرى ربي يخلصو. هذا ما كان، والله يسر الجميع. الشيء ديال الرياء وكيقول لك الحق كيدير الخير باش يبانوا الرياء، وهذا المهم كل واحد يخلصو الله على ديك الشيء اللي في قلبه وعلى ديك الشيء اللي في نيته. كنت في امريكان ما خليت فيه، مشيت في الجمعيات المحليه والمجتمع المدني كلهم كيديروا
الملاير داخله، ما كنهضرلكش انا على قفه ديال 300 درهم ولا لا، الملاير ديال بصح كتلقى جمعيه خدامه على 15 فتاة في العام كتلعب بملاير صحيحه، وكيصوروا هذا الشيء والصحافه وكيدوزوا في الاخبار وكل شيء، يمكن الانتقاد لا والو، كلشي كيشجعهم. الله يسر لكم صافي. كنتمنى اننا نتعلموا شي حاجه، النقد البناء، حتى بغيتي تنتقد شي واحد بشكل ايجابي بشكل بناء، اما ديك التهديم وكتبغي تهدم الواحد انت ما عارفش النيه ديالو كي دايره اصلا. صحيح كتضحك عليا، كتقولي انت مؤثره فقيره، الناس عندهم غير 100,000 ابوني ومدخلين الفلوس وانت ما مدخله والو. صح والله الا مؤثره فقيره فعلا. كاينين دي جون فيك، يعني مؤثرين اللي فيك ما عندهم حتى شي كونتوني، واي حاجه كيديروها غير صادقين، يعني كيبان لك ان تي انفونتي دي زيستوار، تيجيب شي حاجات من دماغه غير باش يبين، باش يكريش الحدث، باش يجيب اشهارات، يتعرف على الناس اللي غادي يفيدوه. تنضحك على فرح، قلت ليها فرح مشات لميريكان، دارت العالم كامل، تعرفت على شخصيات نفيذه، جوا انا كنعرفها شخصيا، يعني عاودت لي زوال فرص كبيره جدا، يعني اي واحد يستغلهم وما غتقاش ليماج ديالها، وراطاتهم بسبب انها خايفه من الرياء، او خايفه انها تستغل هادشي اللي كتكتبوا في مصلحتها الشخصيه. فانا في الصباح تنضحك عليها، عز عليا الفقر، تنقول لها فرح بكي ديما، حنا كوبي كوبي فرح تتبكي مخبيه في شي جهه، والمشكل ان تيعيطوا لها تيقولوا لها بركه من التصوير فرح زدتي فيه، الوغ كو هادي الا مشات لي 5 ايطوال علاش كتصوروا الرياء؟ علاش كتصوروا الرياء؟ هادي ما مشات في الطيارات، مشات 5 ايطوال، ما طاقات شي دي غيستو واعرين دي بلا، فرح الوحيده اللي كتدخل كتدخل غيستو كتقرا المنيو تتاكل وكتخلص وتتخرج جنون ما تستاهلش شي حاجه كرامتي. الهضره الهضره زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، تسال الله عز وجل اللي تكيني تقبل منها وصافي. امين امين. والله زعما هادشي اللي يقدر يدير هادشي هادشي ما دايم، حتى حاجه ما دايمه، صح صح صح، الاجر لله عز وجل، داكشي اللي كاين. الله يحفظك.